بسم الله الرحمن الرحيم. ورافض الخضر على نبينا وليفضل صلاة وسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هاهنا فقعد بالمكان الذي أشار بالقعد فيه ثلاث سنين يأتيه في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح عن مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاعتلم وذهب الأشهد واغتسل ثم نام فاعتلم وذهب الأشهد واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما تتوضع ثم صلى ركعتين ولا يجلس على جسء قط ولم يزل لجديا ذبه وتدرقه من الله الحال وأنا والوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجهه الوجيه لا يغي ويرى ما هو فيه ويتدخر بالتخرس والجنون يعتاه من أين المرستان مرات إلى أن استخر أمره وفاق على سره المو عملا وسودا ومعرفة ورياسة وقبولا وطرسيته وسار ذكر مسر الشمس وهكي أنه تنم عليه معد فقيهم من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتهنوه فلما استقر وطرق الشيخ فخرج من صدره بارقة من نور فمرج لصدور مئات فقيه فمحى ما في قلوبهم ما بويتوا وضربوا وصاغوا صيئة واحدة ومزقوا ثيابا وكشفوا رؤوسهم ثم شد الشيخ على الكرس جبعا جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الواقع وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التمسير والحديث والخلاف والوصول والنهو والقراءة وغير ذلك وكان يهدي على وجه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء الرأي يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطى ورفع لمرده سؤال لن يسأل علماء عن جوابه سورة رجل علم بالضلال ثلاث أنه لابد أن يبض الله تعالى عبادة يفرض بها دون الخلائق جمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يتمكن المقرم ويخلي المطاف له فيتوب أسبوعا واحدا وتنهل يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمنتنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمنتنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمننا بالأسرار التي أودعتها لديه.